أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: من عقد على امرأة ولم يدخل بها، هل تكون أمها محرما له؟ من عقد على امرأة ولم يدخل بها، نعم، هل تكون أمها محرما له؟ نعم، تكون محرما له ولو لم يدخل بالبنت، مجرد العقد. وأمهات نسائكم، أما البنت إذا عقد على أمها فلا تحرم إلا بالدخول بالأم، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلم يذكر الشرط إلا في الربيبة ولم يذكره في الأم. نعم، فبمجرد العقد تحرم أم الزوجة. نعم.